شبكي شبكي روحي؟ ليه زعلانه تعبانه شبكي؟ اخذك على الدكتور؟ في لا. حراره؟ ما في شيء شوفي روحي. لا فيني شيء، بس انت متذكر انه بكره عيد الامه؟ عيد الامه؟ ايه اوكي. طب معناتها بكره بتنزل على السوق وما بتسترخيص وبتجيب هديه مرتبه ونفس الهديه بتهديها لماما بتجيب نفسها لامك. هلا هيك يعني فيأتيني منو مشان تقولي لي هالمعلومه؟ ما بتأجل هذا الحوار لبكره؟ لا ما بتأجل، لانه بكره انا في انت بتكون بالشغل وما بحصلك على التليفون، لهيك اوعك تنسى. خلص خلص حبيبي، تصبح على خير، بكره عندي شغل. طبعا حبيبي رح تنام. لك اصلا انت كل حياتك ما رح تقدر تعرف شي يعني احساس بالامومه، ما رح تعرف قيمته اصلا. كل اللي بتعرفه انه لازم تاخذ هديه لامك. لا حبيبي هذا الشعور شعور كثير له قيمه. لك انت مو متخيل قديش الوحده حلو تصير ام. ماشي يا قصي خليك نايم. اليوم عيد الام يا استاذ. ها ان شاء الله كل عام وانت بخير والوالده بخير، وان شاء الله السنه الجايه تشوف على حدنك ولد يسر قلبك يا رب. وانت بخير يا ابو عبدو، انت بخير. منيح ذكرتني، لك حدا بينسى عيد الام؟ شو هالشغل هذا؟ بدق عيد امي. ولا تنسى حماتك استوز لانه بتروح فيه عرفه. ها ليش انا بسترجيه؟ خروق انا خروق يا استوز. قبل ما اجي لهون رحت لعند حماتي قلت لك كل عام وانت بخير، بس لا ايدي بعدين اجيت له. تكر بدك شيء استوز؟ عملنا شاي. حاضر استوز. برضي الله عزاز عزاز. الو شلونك ماما؟ شو اخبارك حبيبتي؟ ان شاء الله كل عام وانت بخير، والله يديمك فوق راسي. تسلمي لي يا عمري. روحي من هلا. ها هي مو محسوبه، جاي المساء انا ورولا لعندك. امرك روحي. شو توصيني؟ حاضرين المساء بكون عندكم. الله معك يا عمري. الله معك. الله معك. الحمد لله ابو عبدو ذكرني بعيد الام. الو اهلا بيبي، عيدت امك؟ ايه عيدتها روحي. كثير منيح. وماما؟ امك؟ لا والله هلا كنت بدي اقول لها. لكان امي بدك تنسى تعايدها. اسمع شو هلا بتسكر وبتروح بتتصل فيها وبتعايدها، والهديتين اللي تقالي اللي مثل بعض لا تنسى تجيبهم. باي باي. بدق عايد حماتي لأن هي سبب سعادة حياتي. بونجور مامي، كل عام وانتي بخير. توقفشيني عن جد؟ لك شفتي قصي شو بيحبك. بس ليكي ماما هي المعايدة مو محسوبة، بدي اجي انا وياها لعندك ونعطيك الهدية بالبيت. لك طبعا محفظة، لكن شو لا تخافي ماما عم بندق الجرس، ليكي برجع بحاكيكي. يلا باي. حالي بيجي على بكير وبسلم عليكي قبل ما تلتهي بالمعايدات، لانه بعرف انه اليوم عيد الام. ايه والله يا حبيبتي، هلا بس بده يجي قصي بنروح نعايد امهاتنا. تفضل. يا حسرتي على اللي ما اجاهن اولادي عايدوهم. بتعرفي رولا بنت عمي تجوزت وقت كانت بعمرك وضلت سنه الله ما طعم اولاد، فجوزها جن جنانه عليها وبيت حماها كمان، والكل اصر انه تروح تشوف دكتور، وجوزها هددها قال لا اذا ما راح تجيبي ولد بدي احرق قلبك واتجوز عليك ثلاث نسوان. قام المسكينة يا حرام راحت وشافت دكتور وحللت وما طلع معها شيء، بس وقت واجهته لجوزها انه هو السبب عصب وجن جنانه عليها وراح ضربها على بطنها وخلاها بحياتها ما تجيب ولد. الله لا يوفقه. صحيح ولا انتي وقصي ما وصيتونا على شي بيبي صغير هيك كربوج يفرح قلب امك وامه؟ ها؟ ما بدك تشربي قهوة؟ رح قوم حط الدولة على النار. يا ياسر يا كريم. اهلين عمي قصي. اهلين عمي. الله يسلمك، شلونك؟ ان شاء الله بخير. والله بيعطيني عمي. وين ما عم شوفك؟ والله عم بشتاق لك يا رجل. عمي انا من البيت للشغل، من الشغل للبيت، هي ما عم نعمل شي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك.
شو لك عم قصي؟ شايفه جايب هدايا اكيد. كيس لامك الله يطول بعمرها، وكيس لحماتك عمره ولا ما هي؟ يعني شوفت عينك اليوم عمي عيد الام، وما حلو ما نعيدون. عمي قصي انا شايف بين ايديك كيسين، الثالث وينه؟ الثالث؟ ليش الثالث عمي؟ عمي قصي انت صحفي كبير ومثقف، يعني ما لازم تفوتك هي شغلات ابدا. بس ولا يهمك، يعني اسال عمك ابو ليلى، اي هو بيقول لك وبيعلمك وبدلك على الطريق الصح. اسالني. وايسا انك عمي لمين الثالث؟ الكيس الثالث لك عمي قصي لمرتك، لما نسيان انك متزوج انت. عمي بس نحن يعني لهلا ما خلفنا ولا لك. اخ اخ قديه بدكم فت خبز حتى تتعلموا؟ شوف عمي شغلات النسوان بدها خبره، يعني انت لازم تجتهد على حالك وتصير خبير من هاي الناحيه. اذا بدك راسك ما يجعك وتفوت على بيتك بخير وسلام، بالزت حالك بتجيب كيس ثالث مثل هدول بالضبط، وبعدين بتفوت على البيت. والله بهي معك حق يا عمي، روح اسناول لي كيس وريح راسي طول النهار وبتلاقيها قد الدنيا. ايه يا عمي، ايه يا عمي، يلا ارقد. يلا بالاذن. روحي. هاي بيبي. تعال شوفي شو جبت. كيفك؟ ياي هاد لمين الثالث؟ هذا لحياتي وقلبي والصمصين تبع الروح. كل عام بخير. انت بخير. شو حلو. هدول ثلاث شغلات نفس اللون وهاد ميل، فتلت السوق كله لحتى لقيته. ان شاء الله يعجبه لماما. لك الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك يا قلبي. يلا اذا بدك غسل ايدك لانه الاكل صار جاهز. نعم. قصي شو روح؟ هلا انا عم فكر السنه الجايه مثل اليوم كون ام. عندك عندك مرحبا. يلا الله يسلم هالايدين. الله يرضى عليكم الهي. اخ يا ريت كل يوم عيد الام مشان تجوا لعندي كل يوم. تقصي لي يا عمت عمي. ماما ما دق لك احمد ولا كالعاده؟ ما اتصل؟ لا يعني بكره بعد بكره بدق لي لانه ملتهي بالجامعه. حاجه بقى جامعه، عم تدللي كثير ماما. كل سنه عم ياخذها بثلاث سنين، حاجته بقى. ماما قالوا لها الام مين اغلى ولد عندك؟ قالت لهم الصغير ليكبر والغايب ليحضر والمريض ليشفى، وانت واخوك بالنسبه لي لساتكم صغار، بكره ان شاء الله بس تصير اب وصير على ايدك ولد بتحس فيني. تسلميني ماما. آمين يا مرت عمي. بس انتي ليه يا قصي؟ يلا ماما تفضلي روحي، كل عام وانتي بخير. لك ان شاء الله وانتي بخير. والله ما بدي منكم شي، جيتكم احلى هدية. ماما شو فيها حبيبتي؟ هي تنقيت رولا. الله سلم ايديك يا رولا، من طول عمرك مزوقة. ان شاء الله بردلك اياها وقت بصير على ايدك ولد. ان شاء الله مرت عمي. ماما نحن لازم نروح حبيبتي بكير. بدنا نروح نعايد حماتي. لا إذا هيك ما إلي كلام بقى. إيه بس ماما مو بالبيت، راحت هي وريم ما يتعشوا برا. إيه خلص معناتها ما إلكم كلام، منو قومي لنجهز العشاء. يلا اتركيهم اتركيهم ماما هون بيتسلى فيهم بعد العشاء. سهلة بماما، تفضلي. يسلموا ايديكي. قلت لحالي بلا ما اعذبكم تجوا لعندي على البيت لحتى تعطوني الهدية. أنا جاية جاية وبدي أروح لعند الكوافير وبعدين معزومي على المطعم، قلت بمرق لعندكم باخذ هديتي وبطلع. مع إنه هيك قصي رح يزعل كثير. كان حابب هو يجي لعندك ويهديك إياها. يا حرام، معلش لسه المناسبات جاية. تفضلي ماما. عقبالي 100 سنة. ميرسي. على فكرة قصي فتى للسوق لحتى يلاقيها. يسلموا ايديه. ما عجبك كأنه؟ عجبتني. بس عجبني أكثر الخاتم اللي جاب لي اياه لؤي جوز أختك. يقبر قلبي. ليكي ما أحلى. شوفي.
بيعبي العين والإيد، ذهب وألماس موصوف. ايه حلو. بعرف أنا مو آكلة هم الخاتم، أنا آكلة هم أولادك. لك أنت شو بدون يستحوا قدام أولاد أختك؟ صحيح قليلي مخبيتين شيء؟ قولي على قامتي ما يكون ما بيجيب أولاد، بتكون كملت معك. يلا أنا تأخرت، بدك شيء؟ خليكي اليوم نتغدى سوا، قصي بيفرح فيكي. لا حبيبتي معلشي، الشوفير ناطرني فوق. يا أبور قلبي لؤي، لك حاطت لي سيارة تحت خدمتي ما بيخليني امشي خطوة. يلا بخاطرك. لحظة ماما، نسيتي الهدية. حبيبة قلبي كيفك؟ طمنيني عنك، ان شاء الله منيح. الحمد لله وصحتك ان شاء الله تمام. الحمد لله هو منيح كمان. الحمد لله الحمد لله. بتعرفي توقعتك اليوم تجي تزوري رولا لانك ام الذوق كله. ايه تقبريني شو بدي ساوي؟ انا بجي بزورهم شوف اذا ناقصهم شيء لازمهم شيء، حرام عرسان جداد. وبعدين ما بدي اعذبهم، يعني بما انه عيد الام ما بدي اياهم يجون يتعذبوا، اجيت انا لحالي شو بدي ساوي؟ يلا ما بدنا نشيلهم همنا. طول عمرك بتفهمي بالاصول. طيب شو رايك مدام وصلتي وصلتي نفوت نشرب فنجان قهوه؟ ايه لا دخيل عينك، انا متاخره كثير. ليك الشوفير فوق عم بيستناني، وبنتي كمان عزمتني على الغداء. شو بدنا نساوي؟ هيك الام بدها تضلها بين بناتها رايحه جايه مثل مكوك الحايك، ما بترتاح ابدا. لا اذا هيك معناها معك. ايه سمي لي. يلا الله معك. الله معك. الله معك. الله يا سوسو قطعتي لي قلبي، احكي بقى. خلص رولا خلص، مشان الله خليني ساكتة، ما بدي احكي. قال خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. طيب هلا انا مو مثل اختك، يعني اذا ما حكيتي لي لمين بدك تحكي؟ كل انت ما في منك واعز ان شاء الله. لك هذا ابو وسيم. شو بو؟ امبارح قلت له لك يا حبيبي، لك انا والله ما في تحليل ما عملته، كل شيء طلع سليم. لك بدي شي ولاد، لك بدي يصير عندنا وسيم عن جد. عم قال لي شو قصدك يعني؟ قلت لك يا حبيبي روح، بركي بدك تحليل، روح حلل، بركي فيك شيء. انت تعرفيني؟ وقال لي اسمعي وليه، انا رجال وما عندي شيء، وان شاء الله عمرك ما يصير عندك اولاد. خرب بيته هيك قال لي؟ لك الله وكيلك هيك قال لي. لك هو اصلا لو كان بيحبني كان لحاله اطمن وطمني. طبعا. هلا انت رولا لو طلبتي منه لقصي هذا الشيء، يا ترى بيروح بيحلل؟ طبعا بيروح، ما قصي بيحبني. ايه الله لا يحيجك حبيبتي، مو مشان شيها بس مشان ما تنصدمي. معقول؟ معقول ما يحلل؟ لا معقول انصدم؟ بيبي انت قد ايه بتحبني؟ انا؟ يا لطيف يا لطيف. لك روحي انا اذا بدي لك قد ايه بحبك يمكن ها بعد سنه سنه ونص مخلصه. هيك هلا عن جد عم تحكي، قد ايه بتحبني؟ بحبك اكثر من روحي. يعني اذا طلبت منك طلب بتلبي لي اياه؟ حبيبتي انت ما بتطلبي، انت بتأمري امر. طيب معناتها بكره اول ما بتفيق الصبح بتروح لعند المخبري وبتعمل تحليل خصوبه. نعم؟ ومين قال لك انه انا فيني شيء؟ بيبي انا ما قلت انه فيك شيء، بس يعني انا هيك حابه، بدي اعرف ليه لهلا ما حملت. ابصر ليش؟ بكره بيطلع السبب قصي، تكرمي انا اللي بحلي، ومن بكره الصبح رايح حلل، ومن بكره الصبح بتقولي لها لامي انه جوزي حبيب قلبي ما عم يرفض لي طلب. تصبح على خير. انت من اهلك. شو دخل ماما؟ هي منيح لي ما سالني على هديه. جبتيني من الصبحية النسوان. ماما لو ما كان في شيء ضروري ما كنت بقول لك تعال. يعني ما كان بينحل على التليفون؟ ماما شبك شبك لو انه ريم ما لي دعت لك انت رحتي لعند ركب.
تعرفي شو؟ أساسا أنت ما بتحبيني، بتحبيني لؤي وبتعامليه كأنه ابنك، وريما بتحبيه مشانه، أما أنا ما صدقتي بدها تخلصي مني. طولي بالك تقبريني، طولي بالك، لا تعصبي تقبريني، هدي هدي هدي، والله رجعي مشاني، أمي أمي خير. شو صاير معك؟ شو صاير معي؟ يعني أنت ما انتبهتي إنه أنا لهلا ما حبلت؟ بلا ملاحظة، بس قلت لحالي ما رح أحكي، ما بدي أتدخل، حتى ما يتضايق الأستاذ قصي. ايه هو هيك هيك متضايق. ليش متضايق؟ مين عم يقرب عليه؟ ما حدا عم بيحكي معه، ليش لحتى يتضايق؟ يا بعدي ليش متضايق؟ لاني طلبت منه يروح لعند المخبري ويحل تحليل الخصوبه. انا كمان بدي اعرف حالي ليش لهلا ما حبلت. ما في رجال بيقبل يعمل تحليل خصوبه ورضي يروح يعمل تحليل؟ ما بعرف، انا فقت الصبح وما لقيته. قومي جيبي لي هالتليفون وحكي معه، إذا ما عمل تحليل خصوبة أنا دباره عندي، إيش لك ها؟ معيشة كف فقر وبعازة وبعدين ما يكون يجيب أولاد؟ لا حبيبتي، قومي تقبريني، قومي تحركي ورجيني طولك وخليكي رافعة راسك، قومي قومي. هذا اللي كان ناقص. هلكتني بالتحليل هذا. يا الله منك يا قصي، بس بدي اعرف شو صار بالنتيجه. قصي وينك لهلا؟ ليه عم تفصلني حبيبتي؟ شو بكي معصبه؟ الواحد بيقول كيفك يا روحي، اشتقت لك، بموت عليك، هيك يعني الحديث. كيفك يا روحي، اشتقت لك، بموت عليك، خلصني شو طلع بالتحليل. حبيبتي فيك تقولي لها لأمك إنه أنا سليم 100% والعيب مو مني، وهدول التحليل بيأثبتوا هذا الشيء. شو قصدك يعني؟ العيب فيني أنا؟ لا لا لا، مو هذا قصدي. شو لك أنت تقصد؟ ولا عم تلمح إنه بدك تتجوز علي؟ لك يا عمري مين بدك؟ لك خلص ما تحكي ولا كلمة، ولك حرام علي عم تعمله فيني، حرام. يا روحي أنت فهمتي غلط الموضوع. تخيلي يا ماما هو هيك قال لي؟ لك أنا ما بكفيني يلي فيني، ما بكفي شو عم بيصير معي. ماما شو بيقصد إنه أنا ما بجيب أولاد؟ تعب شو معلي؟ ليكو شرف الأستاذ، رجع بحكيكي باي. روحي حقك علي، وأنا آسف إذا فهمتي يعني كلامي غلط، بس هي القصة كلها غلط يعني، والعالم شو دخلهم فينا نحن إذا جبنا هلأ أولاد ولا أجلنا؟ تقبريني خلاص، لا تزعلي مني. روحي، كم ولد بدك؟ كم واحد؟ خلاص تقبريني وخلص هيك يعني، روقي مشان قلك شو صار معي اليوم. ما بدي اسمع شي، ورح أترك لك الغرفة ترتاح فيها لحالك. لك يا عمري بس فهمي علي، والله ما قصدي أنا. ما بدي. روحي. روحي. ليه عم تبكي عمري؟ دبريني خلاص، خلصينا من القصة بقى نسيها. خلاص حبيبي. الله يرضى عليك. شو بدي اشوف هلا معك؟ تركتني زعلانة وفتت نمت، كيف في شي من قلبك؟ لك قول حرامي مرتي، عندها مشاعر، لك عندها أحاسيس، لك ما بكفي إني أنا ساكتة وعايشة بالحياة الزفت معك، لك ما عم بطلب منك حتى ولا شي، ولا عبني أو لأزق، فصلت معك تحيرني إني أنا ما بجيب أولاد. مو هيك؟ شو لكان؟ ليه قصر؟ إذا في ببالك وحدة أو عم تشوف حدا من وراي قلي، لك قلي، بس لا تتعامل معي بهذا الأسلوب. لك تقبريني يا عمري يا روحي، لا أولى ولا تانية، أنا بحبك بموت عليك، أنت كل الحياة تبعي، بس أنت وقتها فهمتي الموضوع غلط. يعني أنا ما عم قلك أنه أنت ما بتجيبي أولاد، أنا عم قلك أنه يعني أنا سليم والله ما طعمنا لهالدرجة، يعني لهلا ما طعمنا، عرفتي كيف؟ تقبريني. لا 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 لا، روحي روحي. تحذري شو بهي المناسبة مشان فرجيكي انه انا سادة وبحبك وماني زعلان،
رح أعزمك على أهم بيتزاية بأهم مطعم بيتزا بكل الوطن العربي. عالجد؟ لك التكي وكون جاهزة. يلا. ولا فيوز. وحياتي وحياتي أعمل لك وحدة وحدة. ما بدي. صح بعد أنا. بس طيبة يا بيتزا. كتير طيبة. عالجد. دوريني أنت وهيك بس تدعيلي. ومو بس رح أشيكي ورح غديكي وفطرك أي شي بدك إياه بالكون. الله يرزقك خير. خير الجمال. خليك هون خليك هون. صلك شي حبيبي؟ سلامة قلبك سلامة قلبك. صلك ولا يهمك ولا يهمك. لا ولا يهمك بس زيروا بعدكم تاني مرة بتكون رجله صلى شي. شو في؟ صار شي؟ ولا يهمك ولا يهمك تفضل ارتاح ارتاح. صلك شي حبيبي؟ سلامة قلبك. ديروا بالكم كمان اولاد صغار يعني. لا حول ولا قوه. شايفين روحي شايفين؟ الله ستر الولد. كان خبط راسه بالكرسي. خلص نقصي كلياتها وقعة صغيره ما بدك لها. ولا انت حبيتها للام يعني؟ لكن طبعا حبيبي بدك تحبها لانه هي ولاده بتجيب اولاد. مو مثلي انا اللي ما بجيب اولاد. لك انت ليش قاعد معي ما زالك بتحب الاولاد هالقد ومتعلق فيهم؟ كيف بتحملني؟ فهمني كيف؟ هدي شو صار؟ وزعي لي يا حبيبتي الله يرزقني مشان عشيكي وغديكي. انت ناوي تطققني؟ انت ناوي تطققني؟ شو صار؟ شو صار؟ ولا كلمة. وين رايحة؟ تعي شركي؟ لا تواخذونا بس هيك. يوم روحي. حلو يعني هذا التصرف قدام العالم ها؟ حلو؟ لا تصرفاتك الأحلى حبيبي. لك شو كنت تفكر حالك عم تعمل يعني؟ بدك تورجي المخلوقة إنه أنا مجنونة؟ ولا إنه أنت بدك أولاد وأنا ما بجيب أولاد يعني؟ ما عم نخلص من السيرة؟ داخل إيه منا؟ أنا بالنسبة لإلي ما بدي أولاد. بالله؟ وأمك اللي عم تجيب السيرة كل ما رحنا؟ إن شاء الله يا ابني بشوف السنة الجاية على إيدك ولد. شو يعني هذا الحكي اه؟ لك انا بقصة لإيدي، إذا مو كل ما رحت لعندها عم بتزن على فوق راسك وتقول لك إيه بدك تطلقها وروح اتجوز عليها مشان الأولاد. يا حرام عليكي، أمي عم تحكي هيك؟ أختي أنا بالنسبة لإلي بعد بدي أولاد، ارتحتي؟ لا ما ارتحت وما رح ارتاح، منيح؟ لا تلحقني خصي، نام برا حبيبي أحلالك، مشان تحلم براحتك بالصبي وأمه. أصلاً هون أريح لي. اريح لي هون واريح لامي. شو بكي شو بكي إلي؟ شوفي شوفي فايقة عم تلاقي نفسي ومتضايقة كثير. في لعية؟ إيه. في دوخة؟ كثير. أكيد هذا غريب. أنا دق للدكتور. آخ ألو شلونك دكتور؟ إيه قصي أنا الله يخلي لي إياك. آسف عم دق بهذا الوقت بس مرتي كثير تعبانة في مجال تجي لعنا دغري؟ شكرا 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 الله معك الله معك. ماجي ما ماما كثير تعبانة. ليكو ليكو جاي الدكتور. ارفع راسك ارفع راسك. ايه ارتاح. الو شلونك ماما؟ شلونك روحي؟ يسعد لي صباحك. ان شاء الله دايما على طول. الحمد لله مبسوط. رولا طلعت حامل. الله يبارك فيك يا روحي. لا 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 تخافي حبيبتي رح ريحها على الاخير. لا مشكلة بدي ارجع على البيت وجيت لهون على الجريدة لحتى اخذ اجازة. ماشي يا عمري الله معك روح الله معك الله معك معك معك. ابو عبدو ابو عبدو تعال تعال يلا جاي. حيلو الغبرة
هون عم تنظف الغبره ابو عبدو؟ استاذ والله فاتحين شبابيك فارق كل الدنيا. معقول هذا الحكي؟ بعتذر اسف اخر مره. سيك حبيبي روح جيب لي حلو وحلي كل الشباب الموجودين هون، وبس ترجع بتروح لعند المدير بجيب لي اجازه وبتجي فورا. فورا استاذ حاضر. استاذ شو المناسبه الحلوه؟ ممكن اعرف اسف انا يعني. بحصير اب. ايه شو استاذ؟ بحصير اب. ان شاء الله ليت والف مبروك. الله يبارك فيك. الحقيقه يا استاذ يعني الانسان بتعرف والله حاسس حالي اجمل خبر بتسمعه بحياتي يا استاذ قصي. تبشني. عن جد استاذ صبي ولا بنت استاذ؟ والله لسه ما بنعرف يا ابو عبد. يلا ان شاء الله على خير يا رب. يا رب دخيلك يا الله. صحيح انه شو جعبالي؟ ولد ولا بنت؟ لك ريتو الف الف مبروك ان شاء الله، والله فرحت لك من نص جوات قلبي. الله يبارك فيكي. بس وينك رولا؟ بدك تجهزي لي حالك من هون ورايح. على شو؟ على الحمل حبيبتي، على الحمل ووجع الحمل ووجع الظهر. يا حرام يا رولا، هذا حبيبتي قبل الحمل، بعد الحمل جهزي لي حالك على الواع والويع والرضاعة والاستفراغ وشي بلا عين نفس. وهذا جسمك حبيبتي كله بده يدعبل دعبلة. وقصي بدك تنسيه، بدك تبعدي عنه تماما لبين ما يكبر البوبو. والمشاوير حبيبتي رولا، المشاوير لسه ما حكيت لك عنها، هي بدك تقيميها من قاموسك تماما. يعني مين بده يجي لعندك وانت عندك ولد رضيع؟ ولعن مين بدك تروحي وانت عندك ولد عم يجعر كل شوي؟ يعني رولا القديمه بدك تنسقي لي اياها؟ بدك تستعدي لرولا جديده تماما. امسكي حبيبتي. شوفي انا هلا صرت كثير منيحه وتنشطت. إذا بدك روحي لعند أبو وسيم مشان جهزي له الغداء. والله الحق معك، أنا ببقى حبيبتي بطلع عليك كل شوي. حرام. دخيل الجمال أنا. أوتي. قلت لي وتي وتي. فرحانة يجيك ولا؟ كثير. لكن حبيبي مو انت اللي رح تحبل فيه 9 شهور، ولا انت رح ينتزع جسمك بعد ما بتجيبه. وبكره خدي يا رولا على قومي حفظيه، وقومي نيميه، وقومي رضعيه. لكن ورده كثير كمان بس يكون مرضان، قومي خديه لحالك لعند الدكتور. ليك بيبي قصي، موضوع الاولاد والخلفه بدك تشيله من راسك. ها انا قبل 3 سنين ما رح فكر جيب ولاد. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك نترك بعض احسن. بس انت عجبك مو هيك بيبي؟